ده الكيف بتاع اللنج تقريبا تقريبا زي ما هو تقريبا تقريبا، لان دي المفروض انها كوريكتد فور ويت. طبعا الكومبلاينس في الادلتس بيبقى احسن، بس لما تبقى كوريكتد فور ويت تبقى قريبه من بعضها. وده بتاع الشيست وول، تشيست وول از مور كومبلاينت، فده يخليه يتشد لجوه بسهوله، فاللنج تبقى ادنى عليه تشد لجوه. يبقى النقطه اللي هيتفقوا عليها هتبقى فين؟ اقل كتير، تقريبا عن 18%. يبقى النيورون داون في الريستنج ستيت بتاعه الافكتيف الاستيك اكوليبريم فوليوم بتاعه مخليه الفانكشنز الكباست بتاعته قليله جدا قليله. ده احنا بنتكلم على مين؟ بس هو ده النورمال بتاعه. This is the normal. النورمال بتاعه. Yes, yes, يعني انا اقدر اديها. لا اقول لحضرتك. اقول لحضرتك. بس هو ده النورمال، يعني لو بيبي طبيعي هيبقى نورمال. It is not the only mechanism. It is not the only mechanism. احنا بنتكلم على مين؟ healthy full term baby. يعني لو اللنج دي ديزيز الكومبلاينس بتاعها قل زياده شدت اكتر لجوه تخليه اكتر واكتر. لو احنا بنتكلم على بريماتيور بيبي اللنج التشست وول بتاعه مور كومبلاينت. طب الطفل بيعوض الكلام ده ازاي؟ باي اذر تو ميكانيزم. سوري يس، هي مش بس ريت، هي ريت كومبايند مع البارشيال جلوتك كلوجر. الجلوتك بريك بيسموها كده جلوتك بريك، ده كان هو الفرامل بتاعت الهواء ان هو يطلع من اللنج. الفرامل بتاعت الهواء ان هو يطلع من اللنج ان الجلوتس عامله بارشيال كلوجر بتخلي مش كل الهواء يخرج لبره. رقم واحد. رقم اثنين الرابيد ريت اوف ريسبيريشن اللي هو نورمال بتاعهم موجود بيخليه ما ياخدش وقت طويل يسيب كل حاجة تطلع بره. وعشان كده ترسوني بتقول نقطة مهمة جدا. This is the normal and I can accept it in healthy full term newborn. In healthy full term newborn this other mechanisms ممكن توصل لنا functions of capacity تحافظ عليها عند 25% من total lung capacity which is acceptable for them. وده اللي يخلينا نتقبل differences not difficulties. Yes I like it. لكن once ان انا حطيت الventilator I lost the other two mechanisms. غير ان انا عندي lung disease. Once ان انا حطيت التيوب اولا انا لغيت الكلوبتك كلوجر. وزمان لما كانوا بيحطوا العينة على الفنتريكل ويدوهم sedation ويدوهم paralysis انا لغيت اي ريت. طب وهو حتى لو خد ريت ما هي الجلوتس مفتوحة. ده مش بس مفتوحة وما بتقفلش. انا حطيت له فيها stent انبوبة مفتوحة باستمرار بلاستيك زي الفل بيتنت وجميلة وزي العسل. يبقى طول الوقت اللنج بتاعته لو اديتها فرصة هتكون لابسة عليها. وده يأندرماين المينتنس اوف فانكشن ريزال كاباسيتي اوف ذيس بيشنتس. وده يخليهم طول الوقت احنا محتاجين ان احنا طالما حطينا الفنتريتور نحنا نديله حاجه تمنتين الفانكشن ريزال كاباسيتي which is the positive and the expiratory pressure. فعارفين حضراتكم هيستوريكالي لما كانوش بيستخدموا البيب كان ايه اللي بيحصل؟ الميكانيكال فنتريشن في النيو بورنز بدا في الستينات 63 تحديدا على ما اتذكر، يعني في هيستوريكال ريبورت كان حلو على ما اتذكر دي تحسسكم ان انا كنت موجود ايامها. فال لما كانوا بيستخدموا الفنتليتور في عينين الار دي اس كانت المورتاليتي بتبقى 60-70% والنيوموثوركس ريت كان بيبقى 80%. الراجل ان في بعض السنترز كان بيحط العين على الفنتليتور بيحط له تو تيوبس تشست تيوبس ريفلكتد لان هو كده جاي فرح، يعني هو بيقول كده قديم عشان نخلص. وانس ان سنه 71 واحد اسمه جريجوري، جريجوري ده عمل ايه؟ حط اندو تراكيال تيوب وحطها على سي باب فقط ان هو مينتين ذا فانكشن ذا بايس اوف لانز. السرفايفل 65% من مورتاليتي 70% سرفايفل 65%. فمن بعدها بداوا يستخدموا البيب على الفنتيلتر بدا البروبا دي سي عشان البوينت. لا هو less important في الادلتس والاطفال الكبار. تمام، في البيدياتريك ايج حضرتك لو بتتكلم على الانفانتس ممكن لان هم لسه برضو ان سلايتلي تاكيبنيك ستيت الريت بتاعهم النورمال بتاعهم من 40 ل 50 كام بي، لكن بعد كده مش ابلاينج بنفس الدرجه. يبقى عندهم اذر ميكانيزمز اهمها هي تشست وول مينتنس. لكن هل فكره ان انا لما احط له الانتراكيال تيوب لازم استخدم البيب؟
تقريبا تقريبا دلوقتي احنا ما عندناش فنتيليشن ويزاوت بيب. يمكن في الادلتس ممكن في بعض الحالات يستخدموا زيرو بيب، ولو ان ده مش ريكومندد. اكتر الناس اللي بيستخدموا الزيرو بيب لما كانوا بيدخلوهم عمليات يقول لك اللنج دي حلوه يا عم زي الفل ما فيش مشكله. ليه؟ من العينين اللي عندهم هاي انسيدنس اوف بوست اكستيبيشن اتليكتسيس، لان انت وانت مديله ماسل ريلاكسن لاقي التون بتاع التشست وول ماسلز اللي هي برضو جزء من السبلنت اوف التشست وول، فمخلي لهم المينتنس اوف فانكشنز الكباستي اقل. فحتى في العمليات بيستخدموا بي رقم واحد. في الادلت فنتليشن ممكن في بعض الحالات يستخدموا زيرو بي، لكن احنا في البيدياتكس اتس نوت ريكومندد ات اول انك تستخدم زيرو بي. لكن اهميه البي بتقل مع الايج. يعني لما نكون بنتكلم في البريماتيورز ان انا ما استخدمش بي قليل ابدا ابدا، عمري ما استخدم بي اقل من 4 في النيونيتس، وما احبش استخدم اقل من 5 في البريماتيورز ابدا. ممكن في الاطفال الكبار شويه استخدم الفيسيولوجيك بي اللي هو 2 ل 3، ممكن اطفال سنتين 3 ممكن استخدم الرقم ده. I can accept it يعني مع بعض التحفظات. يعني احنا في البريماتيور above 5 4 to 5 يعني 4 to 5 not less than 4 by any means في النيونيتس. فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم ان تشيست وول القصه بتاعته الاطفال دول ميكانيكال ديسادفانتج الديفرنسز والديفيكولتيز ميكانيكال ديسادفانتج، عشان تشيست وول لايبل بيخلي الشيء يحصل الدايفرام الافكتيفنس بتاعه يبقى قليل. مش بس كده، ده هم عشان التشست وول لايبلتي بتخلي لهم الافكتيف اكوليبريم فوليوم الاستيك اكوليبريم فوليوم قليله، فانكشن ريزيدوال كاباسيتي بتاعتهم قليله. فانكشن ريزيدوال كاباسيتي بتبقى ريفلكتد على الكومبلاينس، تبقى ريفلكتد على الكومبلاينس. مع الكومبلاينس قليله لان اللنج حجمها صغير، فالكومبلاينس لما تبقى قليله معناها ان الطفل ده في النورمال ستيت بتاعه محتاج بريشر اعلى عشان يفتح اللنج. بريشر اعلى ده معناه انكريزد ورك اوف بريثنج، هو محتاج يبذل مجهود اكتر. يمكن دي بس ايه فكرتها، ان احنا لما بنجرب ان احنا نزود الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي القصه بتتغير ازاي. يعني دي بس ديمونستريشن، مش مشكله هي بس موديانا تو بوينتس اوف انترسكشن عشان تقول لنا ان احنا لو زودنا الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي ايه اللي هيحصل. هتبص تلاقي ان انت يعني مش عارف الكيرف الثاني للاسف مش طالع. احنا لو زودنا البريشر يعني المفروض الكيرف الثاني يبقى جاي هنا، بحيث ان احنا لو وصلنا البريشر انترايفل بريشر بقى اعلى من الزيرو، ان احنا حطينا ديستندنج بريشر، الكلمه دي هنقولها كمان شويه ديستندنج بريشر، وعلينا الفانكشنز ديال كاباسيتي، هيبقى الوضع شكله عامل ازاي في الكومبلاينس اوف دراجز. اهميه الفانكشنز ديال كاباسيتي مش بس الكومبلاينس، الفانكشنز ديال كاباسيتي ليها اهميات كتيره. احد الاسئله الشهيره في الفيسيولوجي الانسبيريشن انترميتنت لكن الاكسجينيشن كونتينوس بسبب فانكشنز ديال كاباسيتي. الهواء اللي موجود جوه اللنج بيفضل يعمل اكسجينيشن ديورنج اكسبيريشن، والاكسبيريشن اطول من الانسبيريشن، وده مهم جدا. كل ما يبقى عندي لو فانكشنز ديال كاباسيتي ده بيقلل لي الاكسيديتيف الاكسيديشن بوتنشال اوف ذا بيشنت، انا بقلل الاكسجين اللي البيبي ده هياخده. الحاجه الثانيه دي حاجه مهمه جدا فور ذا كارديولوجيست، وان اوف ذا موست امبورتنت ثينجز فور ذا كارديولوجيست، الاوبتيمال لانج انفليشن اللي هو النورمال بتاعنا. لو بصينا على الكابيلاريز اللي ماشيه حوالين الفيلاي، لما يكون عندي اللانج اندر انفليتد اتليكتاتيك الكابيلاريز تبقى كويسه مفتوحه. في النورمال الانفليشن الكابيلاريز مش مقفوله مش مضغوط عليها. في الاوفر ديستنشن الكابيلاريز بتبقى كومبرست. لما الكابيلاريز تبقى كومبرست ده معناه ان الفاسكولار ريزيستنس يزيد، بالمره الفاسكولار ريزيستنس. لكن احنا عندنا حاجه ثانيه، عندنا pulmonary vessels مش بس الكابيلاريز او السمول ايرويز اللي اراوند الفولاي، عندنا اللارج فيسلز اللي ماشيه في الانترستيشن بتاع اللنج. دي العكس، دي لما اللنج يبقى حجمها صغير بتبقى هي كومبرست، فيخلي اليومن بتاعها نارور فيخلي الريزيستنس فيها اعلى، ولما اللنج تتفتح تبقى هي مشدوده لبره فيخلي الريزيستنس فيها اقل. فاحنا عندنا تو سيتس اوف بلاد فيسلز، واحده فيهم الريزيستنس فيها بتزيد مع اللو لنج فوليوم، والثانيه الريزيستنس فيها بتزيد مع الهاي لانج فوليوم. الواقع اللي بيحصل ان ريال لايف ان التوتال بالمونري فاسكولار ريزيستنس از ذا سميشن اوف بوث. فعشان كده البالمونري فاسكولار ريزيستنس هو الخط ده، بيبقى عنده
سويت زون، في حته في النص، الحته اللي في النص دي اللي هي الاوبتيمال لانج انفليشن اللي هي الفانكشن فيزيكال كاباسيتي بتاعه اللانج. Once I have the lung add the function residual capacity, I will have normal pulmonary or lowest, بلاش normal, the lowest possible pulmonary vascular resistance. لو اللانج دي بقت اتلكتاتيك البلمونري فاسكال ريزيستنس هيزيد، لو اللانج دي بقت اوفر انفليتد البلمونري فاسكال ريزيستنس هيزيد. معلش ممكن تاني ونبدا، عايز اسال حاجه اللي في انترستيشن، الكاميرا الفيلاي بتكمبرس خلاص، اللي في انترستيشن هاو دو دي رياكت؟ بيرياكت لان دول بيبقوا سبورتد بالسراوندنج تيشو. اه فالسراوندنج تيشو لو ضغط عليهم يبقوا هم سلايتلي كومبرست. لو السراوندنج تيشو لو حصل انفليشن، لو حصل انفليشن يشدهم معاه، يشدهم معاه بره اليومين يوسع. اه لو عشان اللارج فيسلز تبقى كومبرست. فالكونسيكونسز اوف لو فانكشنال كاباسيتي انها بتعمل لنا هايبوكسيا، وهايبوكسيا دي زي ما قلنا عشان الاكسجينيشن اللي بيحصل دورينج اكسبيريشن، ويزود لنا الانستنس في حاجه بنسميها اتلكتاتو تروما. قصه الاتلكتاتو تروما دي مهمه جدا، لان في ناس كانوا بيادفوكيت ان في العيانين اللي انت عايز تخلي فيهم بالمونري فاسكولار ريزيستنس عالي شويه، وده بيحصل في بعض حالات الكاردياك، خليهم اتلكتاتك شويه، ده بيزود لنا اللانج انجري. عشان كده في العيانين اللي عايز تزود لهم البالمونري فاسكولار ريزيستنس بتستخدم اذر ميكانيزمز، في فينتريكولار ميكانيزمز بتستخدمها عشان تزود البالمونري فاسكولار ريزيستنس. وانا عايز ازود ليه البالمونري فاسكولار؟ في حاجات فيها ليفت رايت شانت، مسج ليفت رايت شانت، مسج ليفت رايت شانت وعملك فلودنج لللانج، تستخدم تزود الريزيستنس عشان تقلل الشانت، تستخدم لهم هايبوكسيك مانوفرز انك تخلي الاكسجين تنشن بتاعهم اقل شويه، تخلي السي او 2 بتاعهم يعلى شويه، تخليهم سلايتلي اسيدوتيك، ده بيسموه فيسيولوجيك باندنج، كان حضرتك عملتي باندنج بس فيسيولوجيك، انت زودتي البالمونري فاسكولار ريزيستنس. يعني العيال اللي عندنا في اس دي ومش عارفه ايه وكده، يس يس ريكومندد، ريكومندد تو دو ذس، يس. احنا عندنا في النيونيتس البي دي اي، بتوع البي دي اي ركز فضولي عادي، احنا بتوع البي دي اي دول كلهم بيفرقوا تمام، بنعمل لهم المانوفرز دي، دي بيسموها فيسيولوجيك باندنج، دي ان شاء الله المحاضره بتاعت بكره الكارديو كيشوز دي هتبقى كلها على الكلام. لكن قصة الاتلكتاتو تروما دي ايه؟ الاتلكتاتو تروما ان احنا لما بيبقى عندنا الالفيولاي الالفيولار رول بيلزق على بعضه، اللنج مقفوله، ده في حد ذاته انجوريوس، ده في حد ذاته بينيشيت انفلاماتوري ميديتورز وبيعمل انجري للنج. هاير كونسنتريشن اوف انسبايرد اوكسجين، ليه هاير كونسنتريشن اوف انسبايرد اوكسجين؟ هو ايه اللي بيتحكم في الاكسجينيشن؟ ايه اللي بيتحكم في الاكسجين يخش اللنج يخش للبيشنت؟ بريشر ده واحد بس، ده من اقل الحاجات، لكن اهم بوينت بتتحكم في الاكسجينيشن اوف ذا بيشنت، انا اللي بتحكم على اكسجين صح. الجريدينت زي ما دكتور سوني انا بحطه على اكسجين عادي. البريشر جريدينت اكروس ذا الفلر ممبرين، والالفلر ممبرين نفسه والسيرفيس اريا فور ديفيوجن. السيرفيس اريا بيحددها ايه؟ اللنج انفليشن، اللنج دي مفتوحه ولا مقفوله. كل ما تبقى اللنج اتلكتاتيك الفانكشن ديزل كراست بتاعتها قليله، يعني اللنج اتلكتاتيك، كل ما السيرفيس اريا افيلبل فور ديفيوجن تبقى اقل، يبقى عشان احافظ على نفس الاكسجينيشن هضطر اعمل زي ما حد بيقول اعلى الاف اي 2. بس انا في البيدياتكس بالذات لما بعلي الاف اي 2 انا بعمل دايركت توكسيسيتي فور اللنج تيشوز، قبل حتى ما اعمل اوكسجين توكسيسيتي للسيلز بعمل دايركت توكسيسيتي فور اللنج تيشوز. بتعمل دايركت توكسيسيتي انها بتموت النيوموسايتس تايب 2 اللي هي سيرفكتنت بروديوسرز. اللو فانكشنز دي الكاباسيتي بتزود الريزيستنس يعني شويه مش قوي، بس ازت في الكبار برضه، في الاطفال الكبار يعني هم دلوقتي اتس نوت ريكومندد حتى تدي اكسجين في النيونيتس في ريستيشن غير بروم ايه دلوقتي. yes. وبعد كده تزود حبه بحبه. الكبار برضه نفس الكلام ممكن يحصل لهم توكسيستي بالاكسجين. يس ده هي دي اصلا موصوفه في الكبار مش في النيونيتس. اللنج توكسيستي على اف اي 2 اكتر من 60%، دي اصلا اتوصفت في ريبورتات من الستينات. اي نو اتس ريتن، بس انا بقول لك ان النيو جايد لاينز بتقول كده، ان انت في النيونيتس بتجي حتى بروم ايه yes. ما تبتديش باكسجين. يس ما بنبتديش باكسجين في النيونيتس في حاله واحده، لا في حاله لو بنعمل سي بي ار، بس بنعمل سي بي ار من بنديه 100% اكسجين لحد ما السيركيليشن ترجع. اه لو سي بي ار قصدك يمين ارستنج. يس ارستنج. وحتى الحته دي هم كاتبينها على استحياء، بيقول لك ايه احنا هنعمل كده عشان احنا مش عارفين، عشان ما عندناش ايفيدنس، لانها ان ايثيكال تو بي ستارت، مش هنجيب عيال نعمل لهم اريست ونعمل لهم ريسستيشن ونشوف.
تمام. الحاجه المهمه increase the work of living. increase the work of living ازاي؟ لان low functions لا capacity بيزود لنا compliance بيقلل لنا compliance. قلل لنا compliance محتاجه pressure اعلى يبقى محتاجه work of living اعلى. يبقى ده معناه احنا اتكلمنا على الـ على الـ على الباسلو اتكلمنا عليه. يبقى ده معناه ان maintenance of functions لا capacity is one of the most important points in implementation. هنيجي دلوقتي بقى اللي يمكن تاني اهم كونسبت في قصه الفنتيليشن ميكانكس اللي هو ما حد غير سالحالك حاجه. انت دخلت في البلوك الثاني او في المحاضره الثانيه؟ لا بس احنا كده يعني هل قدامنا قد ايه؟ انا في المحاضره دي قدامي ربع ساعه. ربع ساعه؟ طيب ماشي. لا نكمل بس انا قصدي عشان الاتنشن سبان بتاع الناس. ناخد بريك بعديها يا دكتوره. ها؟ ناخد بريك بعد ناخد بريك ثلاث دقايق كده يعني خمس دقايق. بس كده اتفضل. وي ار انترستد مفيش حاجه. انا بقول لك بس انا خايفه الناس ايه محاضره طويله. I love speaking about ventilation by the way. اتفضل. احنا بنحب سماع الventilation عشان نفهم اكتر. التايم كونستنت. قصه التايم كونستنت بقى دي من الحاجات المهمه جدا. لو احنا اتفقنا ان احنا عندنا بريشر جريدينت ما بين تو تشامبرز وهيحصل فيهم ايكوليبريم ويحصل فوليوم تشينج. لو عندنا زي ما كنا حاطين الرسمه بتاعه ال تو تشامبرز اللي فيهم واحد فيهم واحد مثلا. لو تخيلنا احنا عندنا بالونتين واحده كبيره وواحده صغيره، دي البريشر فيها عالي ودي البريشر فيها قليل، واحنا كنا عاملين فالف هنا في النص، فتحنا الفالف ايه اللي هيحصل؟ الهواء هيتحرك من هنا لهنا صح؟ لحد ما يحصل الكوليبريم. الكوليبريم ايه؟ البريشر ولا الفوليوم؟ البريشر مش الفوليوم. بريشر هو درايفنج فورس. فيري جود ثانك يو. طب الفوليوم اللي هيتحرك من هنا لهنا هيبقى قد ايه؟ معتمد على الريزستنس والكومبلاينس. معتمد على الريزستنس ومعتمد على الكومبلاينس. الكومبلاينس بتاع مين؟ بتاع دي ولا بتاع دي؟ بتاع الصغير. بتاع الصغير بتاع الريسيبيانت. ليه؟ دي لو ازازه ازاز وحطيت عليها بالونه، هل الازازه حجمها هيتغير؟ هل فيها هواء هيدخل؟ نيفر. تمام؟ لكن دي لو بالونه وحطيتها على بريشرايزد تشامبر ايه اللي هيحصل؟ بالونه هتتنفخ. الكومبلاينس بتاعها عالي. موافق جدا. يبقى الفوليوم اللي هيتنقل هيعتمد على الكومبلاينس بتاع دي، وطبعا على الريزيستنس اللي هيحتاج البريشر ده يوفركم. موافق قوي. طيب. طب تخيل معايا ان الفوليوم اللي هيتنقل عشان البريشر يبقى اكوليبريتد 100 مللي. هيتنقل في قد ايه؟ على حسب الكومبلاينس والريزيستنس. طب يعني ازاي؟ قول لي كده لو الريزيستنس كتير يحصل ايه؟ لو الريزيستنس قليل يحصل ايه؟ الريزيستنس هيقل الفوليوم. لا احنا اتفقنا ان هو الفوليوم هو 100 بس هياخد قد ايه؟ هيقل الوقت. لو الريزيستنس زادت هيزيد الوقت، هيحتاج مده عشان يعدي، هو قاعد يحارب عشان يمشي. ولو الريزيستنس قلت يقل الوقت. اوكي صح. طب والكومبلاينس؟ الكومبلاينس لو قلت برضه هياخد وقت طويل ما هيوصل. لا هو العكس. الكومبلاينس لو كتيره ده معناه ان هو مور كاباشس. لا هو محتاج وقت عشان يملى المكان ده كله. لكن الكومبلاينس لو قليله ستيف لانك او ستيف كونتينر البريشر هيبقى كوليبريتد بسرعه والفوليوم اللي هيتنقل هيتنقل في ثانيه. خلاص. اوكي؟ زي ازازه كده ازازه. طب الفلو اوف جاز بيبقى في الاول كتير ولا قليل؟ كتير. بريشر ديفرنس عالي. كل شويه البريشر ديفرنس يقل، لان البريشر قاعد ياكيوميليت هنا لحد ما البريشر ديفرنس بتاعنا يبقى زيرو. زيرو يبقى الفلو زيرو. يعني هل نقدر نقول ان الفلو بيبقى عامل كده؟ ممكن؟ دي بيسموها ديسيلريتنج فلو ويف. احنا كل الفنتيليشن بتاعنا ديسيلريتنج فلو ويف لان احنا بنشتغل بريشر فنتيليشن. هو في كل الفنتليشن الاكسبيريشن ديسيلريت لان احنا ما بنتحكمش فيه، هو بريشر ديفرنس بيعمل ديسيلريتنج فلو ويف. لكن الانسبيريشن احنا اللي بنتحكم في الفلو ويف فورم بتاعته شكلها عامل ازاي، بس لما نكون بنستخدم فوليوم فنتليشن. في البريشر فنتليشن هي ديسيلريتنج،
في ناس بتحاول تخليها سيناسويدال او يعني تخليها زي النورمال بانها تخلي الطلعه دي تبقى بطيئه شويه انها تطول الرايز تايم التايم اللي البريشر بيزيد فيه which is not recommended in pressure augmentation by the way okay. لكن احنا في العادي هي القصه كده وليه عاوز يعملها كده بيقرب للفيسيولوجي في ناس بتفترض ان ده بيقرب للفيسيولوجي بس كلينيكال ستاديز بتقول ان البريشر اوجمنتيشن على الديسيليتنج ويف بيبقى مور كومفورتابل للعيان مور كومفورتابل ده بيستخدموه في الحالات اللي بيبقى فيها اسينكلي والعيان مش مستريح حتى في الادلتس بتوع الادلتس لما يتزنوا يقلبوا عيال يحصل ايه استرفيشن يس بيحصل ايه هامبر فالبريشر فنتليشن لما تكون بتدي له فلو عالي في الاول بتديله بتعمل للبيشنت ساتسفاكشن من البدايه بالذات لما عندها سبونتينيوس بريدنج دي بتبقى فرق كتير قوي في العيانين اللي هم فيهم سبونتينيوس لسه فيهم افكت عشان كده بقول لحضرتك بتوع الادلتس لما بيتزنوا بيقلبوا على طول على شغل الاطفال بيقلبوا بالبريشر طيب الفلو عباره عن ايه فوليوم اوفر تايم صح كده يبقى لو عملنا ده كده الفلو وده تايم يبقى لو توقعنا المساحه اريا اندر ذا كيرف which means integration of the variable you are going easy with this الفكره دي اوكي طيب لو عملنا حاجه زي دي وخدنا الاريا اندر ذا كيرف it means فوليوم اوكي يبقى المساحه دي كلها كده تعبر عن ال100 ملي مظبوط ماشي لو حسبنا التايم من هنا لهنا وقسمناه اجزاء متساويه تمام لقيوا ان انت لو حبيت تقسمه اجزاء متساويه بعدد معين يسمح لك بان تلتين الفوليوم تو بي ديليفرد يخلص في اول يونت تلتين تقريبا يعني 67% او 66% او 65 حتى يعني 65% والسكند يونت تلتين اللي باقي يعني بتوصلك توتال ل 87% وتالت يونت بتوصلك ل 95% تمام لو قسمناها بالشكل ده هتبص تلاقي ان اليونت دي بنسميها تايم كونستانت والتايم كونستانت دي رياضيا بتساوي حاصل ضرب الكومبلاينس في الريزيستنس وهم جابوها ازاي جابوها بطريقه معقده جابوها عن طريق حاجه مش طبيه خالص جابوها عن طريق التماثل سيميوليشن مع الالكتريك سيركتس المكثفات دوائر المكثفات حتى المكثف ليه ريزيستنس وكاباسيتنس ار و سي زي الكومبلاينس والريزيستنس مش عايزين نعقد طب ايه الديفينيشن بتاع تايم كونستانت بقى الديفينيشن بتاع تايم كونستانت ده اليونت اوف تايم ذات جوفرنز ذا مش هو مش الاكوليبريم هو الفوليوم ترانسفير الفوليوم ترانسفير اكروس ذا ريسبيراتوري يونت وهي تقريبا المده اللي محتاجها تلتين الفوليوم تو بي ديليفرد وبعدها again another time constant تلتين الفوليوم اللي فاضل سواء كان inspiratory سواء كان expiratory يعني لو تخيلنا ان الفوليوم ده كله بقى ديليفرد في 5 ثواني اول ثانيه هيتحرك 65 ثاني ثانيه هيكون وصل 87 ثالث ثانيه هيكون وصل 95 بيوصل 99 تقريبا عند مش هتشاف بيوصل 95 تقريبا بيوصل 99 عند 5 تايم كونستانت والتايم كونستانت يساوي حاصل ضرب الكومبلاينس في الريزيستنس الكومبلاينس في الريزيستنس عشان كده الكومبلاينس لو زادت تايم كونستانت يزيد الريزيستنس لو زادت تايم كونستانت الكومبلاينس بس يعني استوعبنا هي حته ازازه يس والتايم والريزيستنس لو زادت تايم كونستانت يزيد برضه يزيد
احنا في الفيسيولوجيكال فنتيليشن، احنا في الفنتيليشن العادي محتاجين ان احنا نظبط التايمز بتاعتنا ما تكونش اقل من 3 تايم كونستانت، 3 تو 5 تايم كونستانت، عشان الفوليوم تو بي ديليفرد يبقى ديليفرد، سواء انسبيريشن سواء اكسبيريشن. لو انا استخدمت تايم كونستانت انسبيراتوري تايم مثلا اقل من التايم كونستانت بتاع اللانج دي، اقل من 3 تايم كونستانت بتاع اللانج دي، ايه اللي هيحصل؟ مش هيوصل البتاع ده الفوليوم. نشوفها على الكيرف، هتبص تلاقي حضرتك الفوليوم اهو فلو كيرف اهو وراح نازل هنا، يبقى الفوليوم اللي وصل قد ايه؟ اقل نص او تلتين او ثلاث ارباع الاماونت المفروض كانت توصل. طب لو انا استخدمت الانسبيريتوري تايم اطول من التايم كونستانت، من 3 ل 5 تايم كونستانت بتوع الله، ايه اللي هيحصل؟ نو فاليو، مش افكتيف، مش هيعمل لي جاز ترانسفير زياده. ده الانسبيريتوري. طب هو اكسبيريتوري نفس الكلام، لو عملت اكسبيريتوري تايم اقل من 3 تايم كونستانت الهواء مش كله هيطلع، فيحصل لي اير تراب، الاير يبقى محبوس جوه ويزود لي الفانكشن زيرو كاباسيتي، بس هيزودها شويه بشويه لان كل سايكل بيحوش، كل سايكل بيحوش. هو انا هعرف منين التايم كونستانت ده؟ هعرف منين التايم كونستانت ده؟ دي نقطه مهمه جدا. لا انا بعرف بظبط فنتيليتر هقول لحضرتك دلوقتي حاجه. هيفضل كل شويه يحوش، فاللانج دي على مدى كام سايكل هتبص ليها؟ اوفر انفليتد، اوفر انفليتد، والمانس بتاعها هيقل، والمانس بتاعها يزيد، اكسجينيشن يسوق، كل الدنيا تبوظ ويتحسن بمجرد ان انا ازود الاكسبيريتوري تايم. اعرف ازاي الاكسبيريتوري تايم كونستانت بتاعي كويس ولا الاكسبيريتوري تايم كونستانت بتاعي، او الاكسبيريتوري تايم اللي انا ظبطه كويس ولا الاكسبيريتوري تايم اللي انا ظبطه كويس. في عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولى رقم واحد ان انا يكون عندي جهاز بيقرا لي كومبلاينس وريزيستنس، اضربهم في بعض يطلع لي التايم كونستنت. الطريقه دي للاسف الشديد مش اكيوريت، لان الكومبلاينس وريزيستنت ميجرمنت على الفنتليتور ما بتبقاش طول الوقت اكيوريت، فانا ما اعتمدش على رقم 100%، لكن ممكن يديني جايد. ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا يكون عندي بالمونري جرافس، وده اللي ان شاء الله هنقوله، ودي احسن طريقه والموست اكيوريت، دي احسن طريقه. يكون عندي جهاز بيرسم لي بالمونري جرافس. احنا عارفين ان انا عشان ابقى ديليفر ب 95% من الفوليوم الفلو بتاعي هيوصل لايه؟ قرب الزيرو، هيبقى نزل. لو انا لقيت الفلو بتاعي وصل لقرب الزيرو وبعدين بدا الاكسبيريشن يبقى انا كده الانسبيريت تايم بتاعي كويس. لو لقيت الفلو بتاعي وصل للزيرو وفضل ماشي 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 يبقى انا الانسبيريت تايم بتاعي طويل محتاج على الصبر. طب لقيت ان الفلو بتاعي ما نزلش للزيرو اتقطش هنا يبقى الانسبيريت تايم بتاعي قليل. ونفس الكلام عن الاكسبيريشن، بس الاكسبيريشن بقى ايه؟ في الاتجاه العكسي. ماشي؟ دي الطريقه الثانيه، which is the most accurate. الطريقه الثالثه تنفعنا في الانسبيريشن ما تنفعناش في الاكسبيريشن. الطريقه الثالثه كلينيكال. نعم؟ على الانسبيريشن تايم. دي الطريقه الثالثه كلينيكال. which I usually teach to all my junior residents. اقعد جنب العيان. وبص على chest inflation بتاعه. chest inflation دي البراكتس ده انا كل ما بمر لازم ابص وانزل كده وابص على chest inflation chest rise. بيوديني اول حاجه ابتدى الفوليوم بتاعي كويس ولا لا؟ chest inflation ده acceptable ولا مش acceptable؟ الكلمه اللي انا بقعد اقولها لهم كتير في النيونيتس which when it is good it's too good. انما اقعد اقول لهم تعالى شايف ده حلو؟ اه حلو يبقى كتير. لو انا شايفه واضح يبقى كتير. طول الوقت انت محتاج chest inflation بتاعك يبقى just seen ما يبقاش excessive. عشان ما تبقاش هدي اكسسيف تعداد فوليوم فتبقى انجوريس للنار. دي اول حاجه. الفيكاسي اوف تعداد فوليوم دي اول نقطه. النقطه الثانيه الباترن اوف شيست رايز، الباترن اوف شيست رايز لازم يقنع ويبقى فيه بوز صغيره خالص 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 وينزل. ما يعملش كده وما يعملش كده ويقف. It needs training. Yes, I know it needs training. يمكن في البيدياتكس it's more, much more easier than you need. في البيدياتكس احنا بنتكلم على انسبيريتوري تايم 8 من 10 9 من 10 سكند، فممكن تلحق تشوفها. في النيونيتس لما تكون بتتكلم 38% ولا 4 من 10 ولا 42%، ها الفرق ده فيري سطل، بس ات كمز وذ تريننج ان انت تبص كتير وتشوفها. هل الطريقه دي طريقه حلمنتيش يعني اي كلام كده بس مصري؟ نو، اتس فاليديتد باي ستاديز. فاليديتد باي ستاديز ان هم كانوا بيجيبوا اكسبرتس، صحيح صحيح يعني اكسبرت مش زينا يعني، بس
ناس اكسبرتس في التعامل مع حاجه زي دي اللي هم يبصوا بيت سايد ويحسبوا التايم الانسبيرال تايم اكوردنج تو تشست انفليشن بولز. واحد تاني واقف جنبه بيبص على الهرمونال جرافيكس ويحسب الانسبيرال تايم ويقارنهم ببعض. لقي ان الاكيرسي اوف ذس ميثود حوالي 85%. ده اعتقد ان ده رقم مناسب جدا 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 للكلينيكال ميثود. الطريقه دي للاسف الكلوسونيا ما تقدرش تساعدك في الاكسبيريشن الاكسبيراتوري تايم، بس هي از رول اوف ثم الاكسبيراتوري تايم از لونجر ذان الاكسبيراتوري تايم. ده رقم واحد. رقم اثنين، انت لما تلاقي حضرتك شايفه انك مستخدمه ريت عالي، انت بتلاقي من الحكايه دي لما تكون مستخدمه ريت عالي، ريت عالي فور ذا بيشنت، يعني النيونيت لو مستخدمه ريت اكتر من 50 يبقى عالي، او ريت اكتر من 60 يبقى عالي، الواد اللي عمره 8 سنين لو مستخدمه ريت اكتر من 30 يبقى عالي قوي، ريت عالي فور ذا بيشنت. ولقيت بدا التشست فوليوم بتاعك يزيد، لا بدا يبقى فيه انكريز داخل البوستير داخل التشست بعد التشست، تعمل اكس راي لقيت اللنج واصله للريب التاسع العاشر، لنج هايبر انفليتد، ثينك اوف اكسبيراتوري تايم. طبعا لو مع حضرتك بالمونري بنفس هي اللي هتحل لك الموضوع، لكن ما عندناش طريقه كلينيكال نحسبها بيها. وفي هذه اللحظه الجهاز اللي هيحسب اللي هيرسم لك بالمونري بنفس هيكون حاسب لك كومبانس وريزيستنس تايم كونست، يعني لو ده افيلبل هيبقى ده افيلبل. انا عايزه اجهزه ترسم لي الكرافس. يس قول عشان اكون بقول الاجهزه دلوقتي جرافس. حضرتك يعني احنا كلنا نفسنا، يعني مين ما نفسوش يبقى عنده جرافس؟ لا الكل عنده جرافس، بس المهم يعرف ينتربريت الجرافس. عايزين بقى الجرافس بالتفصيل. بكره ان شاء الله. واحنا كل يوم 15 ساعه ولا نعم؟ لا كل يوم 15 ساعه. تمام؟ ده بالنسبه لقصه الايه؟ التايم كونست. I skip this. انا بس ايه دي قصه الاكسجين ترانسبورت، نفكركم بس بالاكسجين كونتنت اوف ذا بلاد، وان اغلب الاكسجين ماشي على الهيموجلوبين مش فيزيكالي ديسولفد في البلازما. وده معناه ان لما يكون عندنا هايبوكسيك ستيت وي هاف تو لوك فور ذا هيموجلوبين، ولازم نرفع الهيموجلوبين. ودايما المعادلات لما بنيجي نحط المعادلات ونحسب الارقام الاكسجين كونتنت لو زودت الالفا اي 2 من 30% ل 100% يزود لك الاكسجين كونتنت اكتر، ولو رفعت الهيموجلوبين من 8 ل 10 رفعت الهيموجلوبين من 8 ل 10 يرفع لك الاكسجين اكتر ما ترفع الالفا اي 2، ده كبيره جدا جدا. وده الاكسجين ديستوشن كيرف، كل الناس طبعا عندها ذكريات قديمه مع الاكسجين ديستوشن كيرف في الفيسيولوجي سايد. تمام. وده بس جراف انتر اكتف جراف. طبعا الحاجات دي كلها حضراتكم ان شاء الله هتبقى يعني كل المحاضره هتبقى مع حضراتكم عندها 90 يوم. تجاوب الحاجات دي عشان الجرافس دي فيها بعض الحاجات اللطيفه اللي في المواضيع اللي انت لسه كان على لساني اقول لك لازم تدينا الهاند اوت ملخص. وانا متعود ان المحاضرات بتاعتي كلها بتتاخد كلها بديها لاي حد عايزها، يعني هو المحاضره علمي ينتفع بيها علمي ينتفع بيها. يعني المحاضره دي اصلا يعني هي المهم ان انت مش المحاضره اغلبها مش اللي انا عاملها، يعني مش انا اللي عامل اغلبها. المحاضره دي على فكره لو كان دكتور محمد قريش كان موجود كان هو اللي هيشرحها. فالسلايدز دي اغلبها يعني تقريبا 60% من السلايدز هي المحاضره بتاعتي وانا عملت عليها اديشن، عشان كده لو حضرتك خدت بالكم في اول سلايد ما كنتش حاطط اسم عليه باي ذا واي. وهو برده زي حالاتي يعني ويلنج ان هو يدي المحاضرات لاي حد. يعني مين ده؟ محمد قريش. ثانك يو فيري ماتش. معلش المحاضره عنيفه ان شاء الله. المحاضره الجايه هنتكلم على البرانكرز والمودز. لازم نحكي بريك.